السلام عليكم، معاكم المهندس عمرو وهبي. النهاردة هنتكلم عن طلب مني فيديو لنداب لونج رينج ريدر، ودوت هو سهل بس في حاجات كده لازم تتعمل في الأول علشان يشتغل معاك من أول مرة ما يبقاش في مشاكل. ففي كونسبت كده بسيطة لازم تعرفها. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. مبدئيا لازم تعرف ان اللونج رينج ريدر في عندك في نداب يو باس تارجت، وده مش هنتكلم فيه عليه النهارده، وده اقصى حاجه ليه بيبقى 10 متر. في اللي احنا هنتكلم عليه النهارده اللي هو نداب يو باس ريتش، ده اقصى رينج ليه ديتكشن للتاج اللي على العربية، يبقى 5 متر. وفي نداب يو باس اكسس، ده اللي هو ممكن 2 متر، وكل ده ليه استخدامات يعني ممكن نيجي في نتكلم عليها في السياق الحديث بتاعنا. يعني هنتكلم اول حاجة على التاجز، وبعدين هنتكلم على الريدرز. التاجز مهمة جدا عشان لسه تبقى عارف يعني الريدرز ده بتاع نداب هو اللي بيكتشف التاجز، فالتاجز محتاج تعرف انواعها ايه عشان تعرف الريدرز دوت بيتكلم ازاي معاها. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول نوع من انواع التاجات اسمه يو اتش اف، اختصار لالترا هاي فريكوانسي ويندشيلد تاج، وسموه ويندشيلد عشان هو بيلزق من الازاز من جوه زي ما هنشوف كده. اهوت بيبقى المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا دوت، التاج دوت زي ما احنا شايفين في جزء منه اللي هو الرقم بتاعه، وده الكود اللي تحت ده الكود بتاعه. لو عملت سكان بالباركود ممكن الرقم ده يظهر معاك، وفي جواه دايرة بتتلزق، يعني هو ده بيتلزق من الإزاز من جوه. نقرأ المميزات بتاعته: Automatic Vehicle Identification، Identify up to 10 meters لأن هو بيشتغل مع اليو باس ريتش واليو باس تارجت، إنما بتاعتنا ديت الريتش ده يبقى 5 متر آخره. Passive Battery Free يعني مفهوش، يعني في حاجة اسمها Active يبقى جواه بطارية، الباسيف ما فيهوش بطاريات. الاي بي سي جنريشن 2 كومباتبل، الاي بي سي ده باختصار شديد ان هو طريقه اللي ده اختصار للالكترونيك برودكت كود جنريشن 2، ده اللي بيعمل يعني ميثود للترانسميشن اوف بيت اكروس ذا نتورك، يعني مش عايز ادخل في التفاصيل قوي، ده اللي بيعمل طريقة اللي هي الكودينج والنيكودينج وان هو الترانسميت ولا الرسي اللي هو المسؤول عن النقل. جنريشن 2 ده اللي هي اخر احدث حاجة، فيعتبر كده ان هو من جنريشن 2. في بعد كده ثين فليكسبل ستيكر فورمات، ثين دي مهمة جدا، هو عمل علشان ما يقدرش حد يفكوا من جوه بسهولة. فالثن ديت هنعرفها ان هي في الاخر ان ديت طريقة بحيث بتيجي تشيل التاج ده الويند شيل ده من جوه ممكن يكسر معاك. فليكسبل ستيكر فورمات بروتكشن اجينست هارمفول الترا فايلوت ريز، ودي مهمة جدا، دي مهمة. هو التاج دوت بيتحط من جوه العربية، فالالترا فايلوت اللي هي اللي بتيجي من الشمس او ساعات من الاضاءات الشديده جت ممكن تاثر على الويفز اللي هي المايكرويف اللي هو بيبقى حواليه اللي هو الماجنتيك فيلد، فبتاثر عليه. طب هل ده يمنع ان بعض التاجات ممكن ما تلقطش؟ في يعني بتحصل مثلا، يعني بتقابلني مثلا في ال 500 ممكن يظهر تاج او تاجين،
في نوع من انواع العربيات بدون ذكر اسماء، يعني في بيكون الـ الازاز بتاع العربيه في نسبه رصاص عاليه او في نسبه بروتكشن عاليه، ممكن ما تخليش الويفز يوصل لجوه الشيل ده. ودي في الحاله ديت هنحتاج اللي بعدها حاجه اسمها اكستيرير، اللي هي اكسترنال ويندشيلد، ودي هنشوفها. يبقى دي حاجة من التجدي، مش كتير، ما بتحصلش كتير، يعني أنا كل 500 عربية ممكن تظهر واحدة مثلا، لو في أماكن فيها عربيات اللي هي البروتكشن بتبقى غالية شوية. في اوبشنال تامبر ريزيستنس، ده اللي هو لو انت اللي هو ضد الخلع، لو انت عايز تعمل الموضوع ده، بس هو يعني مش مطلوب، هو كده كده يعني صعب ان هو يتشال، ولو اتشال خلاص. يعني انت عايز نوع، يبقى تجيب الاغلى اللي احنا هنتكلم عليه اللي جاي ده. طبعا في انك ممكن تعمل له برينتد بس من الشركة، بتبقى طبعا اغلى شوية. وفي طريقة تانية ان انت ممكن تعملها لوكالي بطريقة معينة. الابي بتاع 54 بوليستر ماينس 20-70، لو هو هيستخدم زي ما قلنا مع التارجت لغاية 10 متر، لو هيستخدم مع اليو باس ريتش هيبقى لغاية 5 متر. الفريكونسي اللي بيشتغل فيها من 865 ل 870 في بعض الريجونز، يعني انت عندك بيتقسم كذا ريجونز، ريجون 1 و 2 و 3، اعتقد ان احنا ريجون 2 او 3، في الحالتين احنا بنشتغل تقريبا 902 865 970 او ايا كان، يعني في الحالتين اللي هيجي لك هيبقى بيشتغل في الريجون بتاعتك. الويند شيلد ذا تاج از فيتشر ويز ستاندرد بريشر سنسيتيف باك، الحته اللي بقول لك لان ممكن مش بالسهوله ان انت تعرف تشيلها. طريقه التركيب يفضل ان هي طبعا زي ما احنا شايفين يتحط في نص العربيه عند المرايه كده اهو، زي ما احنا شايفين كده اهو. ليه؟ لان الحته دي بتبقى اقل، بتبقى مش كوتد، يعني لو يعني الحته دي بتبقى دايما ليس سنسيتيف للمايكرويف، فبنحطها هنا اهو. طيب في حاجه تانية، ساعات بتلاقي ستيكر بتاع المرور هنا اهو، هل نحطها جنبيها؟ اه، لان الفريكونسي بتاعتها ما بتعملش انترفيس بينها. طب يفضل ايه؟ يفضل انك ممكن تحطها هنا او ممكن تحطها هنا او ممكن تحطها هنا. طب انا اعرفها ازاي؟ تجرب بس. هي عامه لما جربناها ما بتعملش مشاكل خالص، تجربها كده تلزقها بالسوتيب من ورا الاول، وبعد كده بتجرب العربيه، اه زي تمام مفيش مشاكل، يبقى خلاص بتثبت العربيات كلها. فيجي النوع التاني اللي هو الترا هاي فريكوانسي اكستيريور تاج، وده اللي احنا بنتكلم عليه، ده اللي بيتركب في الازاز الخارجي بالمنظر اللي انت شايفه دوت، ده بيتركب في الخارجي، وده يعني ده صعب جدا ان هو يتشال، يعني هو اتحط مره لما يجي يتشال صعب جدا، بيتكسر على طول، وزاد انه في علامات تبين لك ان في حد حاول يشيله، لا زي بيحصل كسرات، يعني انت لو مثلا هتشيل في الحته دي كده هتلاقي الحته اتغيرت وممكن يتكسر معاك من جوه، فده مع انه بره بس هو يعني كويس. طبعا هو باسيف، ونفس الكلام شغال اي بي سي جنريشن 2، ترانسبيرنت يعني ممكن تشوف من خلاله الدايره اللي جوه، نفس المنظر دوت. ثين ستيكر فورمات، بروتكشن اجينست هارمفول الترا فايلوت، وتامبر ايفيدنت. تامبر ايفيدنت بقول لك عليها، يعني لو حد كسر منها هتلاقي الحته دي كده، لو حد حب يشيل بصباعه كده الحته دي هيبان. وده يستحسن في العربيات اللي هي اللي فيها البروتكشن على الازاز وبتمنع وصول الويفز من الريدرز، فممكن ده احسن. ده ممكن تبقى مثلا لو انت هتشتغل مثلا ب 1000 واحده، ممكن تجيب من ده 50 لبعض العربيات اللي هتعمل مشاكل في السيجنال نفسها. الاي بي بتاعته لازم تبقى عاليه شويه، 65 بوليستر ماينس 20-70، نفس الكلام. نون ميتال ميتال كونتينك ستيرر بارت فيكل بريفكتلي ذا هيد لايت، يعني ممكن يتحط على الاجزاء المعدنيه والاجزاء الغير معدنيه، قصدي ممكن يتحط كمان على الشاسيه بتاع العربيه، ممكن يتحط على الفانوس
الامامي مفيش مشاكل معاه خالص، وده يستخدم كتير جدا في التريلات. لو عندك تريلات مثلا ممكن الشاسيه الامامي بتاعها ممكن تحطه، وممكن تحطه على الازاز على اللمض الامامي زي ما احنا شايفين كده اهوت، ده بيتحط اهو، ممكن يتحط على اللمبه الاماميه نفس اللي احنا شايفينه كده. ما يتحطش طبعا، مفيش تاج بيتحط بالطول، كله بيتحط بالعرض. هو لو اتحط بالطول يلقط، بس هيلقط قليل جدا ومش مش هيشتغل معاك بالافشنسي العاليه يعني. فيستعمل هوريزونتلي. في نوع اللي هو الكومبي، تاني ده بعمليته كومبي كارد. الكومبي كارد دوت بيبقى في بيشتغل مع الاثنين، بيشتغل مع اللونج رينج ريدرز، ولو دخلت المبنى في اكس كنترول يشتغل معاه. هو شكله كارت عادي جدا زي اللي احنا شايفينه دوت. الكارت ده لوحده يشغلك اكسس كنترول عادي، اللي هو ممكن تلاقيه مثلا لو بروكسيميتي 125 كيلو هرتز، لو ماي فير 1365 ميجا هرتز. طيب ايه اللي بيخليه بقى ان هو يشتغل في اللونج رينج ريدر ده؟ هنعرفه في السلايد اللي جاي. يبقى وان كار سوليوشن فور اي اكسس كنترول، ايدنتيفيكيشن اب تو 10 متر، وهنعرف ازاي. فيتشرز ويز لونج رينج يو اتش اف اند بروكسيميتي وسمارت كارد. وقلنا اللونج رينج اللي احنا بنتكلم عليه يعني يشتغل مع اليو باس ريتش، ويشتغل مع البروكسيميتي اللي هي 125 كيلو هرتز، يشتغل مع السمارت كارد اللي هي 1365 ميجا هرتز. والانواع طبعا انواع زي انواع الكروت، كان ماي فير 1 كيلو، ماي فير ديس فاير 4 كيلو، الليجيك ادفانت، والاي ام، والاتش اي دي بروكسيميتي، واتش اي دي اي كلاس. طبعا في فرق كتير جدا بين كلمه بروكسيميتي في ماي فير والاتش اي دي، بس ده مش في مجالنا هنتكلم فيه دلوقتي. دول شركتين، الماي فير ديت اللي هي شركات اوروبا ووسط افريقيا وشمالها، الاتش اي دي ده النظام الامريكي. طبعا مش هدخل فيها دلوقتي عشان في ناس بتفتكر ان الماي فير ده سمارت كارد، لا، في ماي فير في منه بروكسيميتي وفي منه سمارت كارد. نيجي على الحته الاي بي بتاعه 65، دي لو تلاحظ صفات كارت عادي جدا اللي احنا معانا في الاكس كنترول. ايه اللي هيخليه يشتغل لونج رينج؟ هنعرف دلوقتي. ماينس 50 اب تو مش عارف إيه، بيشتغل مع اليو باس تارجت والريتش والاكسس. يعني انت كمان لو انت جنبيك الاكسس اللي هو بيبقى جنب في وانت داخل في عربيه، يو باس اكسس ده عنده لغايه 2 متر. الشكل هو ده اللي هيبان. لو تلاحظ هنا على الشمال في الكارت اللي احنا اتفقنا عليه ده، كارت برينتد اهو. هي دي الجزء بقى المهم بقى، دي الجزء ده بيتركب على العربيه من جوه، بيلزق في الازاز، وفي زي هنا اهوت محفظه بيتحط فيها الكارت. نيجي بعد كده الهيفي ديوتي تاج. طبعا من اسمه ان هو هيفي ديوتي، ده اللي هو بيتثبت بمسامير، المسامير بتبقى في الحته ديت كده اهوت، اللي هي زي احنا شايفين ديت، هي بالاخضر ديت. ده بيتثبت بقى في الشاسيه في اي حاجه، معامل بتاعه قوي جدا. ده للناس اللي ما بتحبش تحطه في الازاز بحيث لو الازاز اتكسر او كده اهوت، ممكن تحطه في التريلات العاليه، ممكن يعني ليه ميزه كبيره جدا. اوتوماتيك فيكل ادفيكيشن زي ما احنا متفقين، نفس الكلام، باسيف باتري ما فيهوش بطاريه، اي بي سي جنريشن اللي هي الكترونيك برودكت كود، ماونتد اون ذا اكستيرير اوف ذا فيكل، بيتركب في الفيكل من بره، هاي بيرفورمانس اون ميتال سيرفيس، ما بيتاثرش اذا كان في ميتال متركب عليها، يعني هو ما بيتاثرش انه يتلزق على ميتال خالص. كيميكال ريزيستنس هاوسنج، بالظبط انت ممكن تغسل العربيه كده ما بيتاثرش معاه. ووتر اند شوك بروف، وبرده في فايبريشن بروف. الاي بي بتاعه عالي جدا 68، وبرده عشان بيطلع بره فتلاقي ال 85 اللي هي الماكسيمم سيليزس.
نفس الكلام بيشتغل مع التارجت والريتش ونفس الفريكونسيز كلها. في بعد كده في حاجة اسمها رير فيو ميرور تاج، ودي بتعملها مثلا لو انت عامل معرض او انت التاج بتاعك مش دايم، اللي هو مش تمبري، ممكن يبقى تمبري مش بيرمننت. وده مشهور قوي يعني، بيبقى شكله كده، هو بيتحط في الميرور، هو من اسمه يعني الجزء ده اللي بيدخل في الميمور في الميرور، الجزء ده وبيتحط الراجل يمشي بيه يرميه اي حاجة. بعد كده هو بيشتغل نفس الكونسيبت بالظبط، يعني مش هتلاقي فيه حاجة جديدة. اوتوماتيك فيكل ادكيشن في 10 متر، باسيف باتري فري، سبيشال انيل فور اوبتيمال ريدنج ثرو ويندشيلد جلاس، يعني هو بيتعلق على المراية والراجل بيمشي بيه. Optimal for temporary access control application. The barcode can be read. في ميزة برضو ان هو بيديك هنا باركود اللي احنا شايفينه دوت، لو في واحد معاه باركود هاند هيلد من الشباك ممكن يشوفه، زي انك تتحرك بيه جوه. برضو easy enrollment of tag into management system and efficient enforcement of vehicle. الاي بتاعه خفيف 54، نفس الكلام برضو الرينج بتاعه ثابت، بيتحط في الرير فيو ميرور اوف ذا فيكل وبيتلقط، يبقى شكله نفس المنظر كده. ده طبعا هنا بيتحط ان هو على الرسمه اللي على الشمال، ان انت ممكن تحط فيها ال اللوجو اللي انت عايزه، وتبقى المنظر اللي احنا شايفينه ده بالمنظر ده كده اهوت. احنا كده خلصنا التاجات وعرفنا انواعها ايه. التاجات طبعا يعني منتشره جدا، في انواع كتيره جدا، في انواع اللي هي بتبقى عامله زي السلندر كده، ولما تيجي تقرب عليها فيها زرار تدوس فيلقط، فدي حاجات ممكن تكون اتلغت. ففي كتير يعني، لو دخلت على النت هتلاقي انواع كتيره جدا. نتكلم على الريدر بقى نفسه اللي هو يو باس ريتش ريدرز، هو بالمنظر ده كده زي ما احنا شايفين. هنا اللوحة، الحاجات اللي هي الديب سويتشز والحاجات الأساسية اللي احنا هنشتغل فيها، وهنا ده الليد، هنا ده الحتة الوحيدة اللي بيسموها هابي فيس اللي بتبان لينا يعني، وطبعا جواه بازر. في بيتباع معاه اكسسوارز لو انت عاوز لو عايز تشتريها، وده مفضل طبعا، اللي هو الادجستبل ماونتنج سيت اللي هو الجزء دوت ده، لو انت عندك عمود فبيتركب فيه بكوليهات بالمنظر دوت، حركة يمين وشمال، ودي باودر كوتد ألمنيوم. في البول ماونتنج كيت، بول عشان ممكن فوق العمود، بيتحط في الحتة دي فوق العمود ويتقفل عليه، ودي باودر كوتد ألمنيوم. في الويذر بروتكشن، ده عشان يمنع عنه الأمطار والعوامل الرياح والأتربة. طب هو لو تركب من غير الحاجات دي مش هيحصل له حاجة، هو أصلا يعني فول بروتكشن، الأي في بتاعه عالي. في حتة مهمة جدا الناس بتبقى فيه مشكلة، الألومنيوم عايز تجيب محلي، يعني عايز تجيب ده تعمله محلي لازم يبقى ألومنيوم. لو عملته مش ألومنيوم هتقلل كفاءة الريدنج. يعني مثلا في ناس تعمل دوت اللي هو البروتكشن هود تعمله حديد، او حديد يعني مضروب في نسبة رصاص عالية، تعمله مش حلو يعني. شكله جميل وكل حاجة، اول ما تحط فيها يقول لك ده العربية بتلقط اقل من متر، نص متر. ليها حل، بس الحل احنا نعرفه يعني، فالاحسن طبعا ان انت طبعا تعمل حاجاتك كلها ألومنيوم علشان ما تأثرش معاك في الشغل خالص. دي الدايمنشن بتاعته العادية زي ما احنا شايفين، اللي هي الحتة اللي بتاعتها بيفصل على الشمال ديت اللي هي الخضرة، بعد كده بيتثبت تحت فمن ورا ممكن بسمارين، هو عامل لك دي. وفي هي الحتة الجزء ده اللي بيدخل منه الكابلات بتاعتنا. طيب اللي يستحسن المنظر انت شايفه ده،
بان هو يتحط على العمود. العمود ده جواه بوكس صغير تحط فيه الادابتور بتاعك، هو بيشتغل 12 فولت او 24 فولت. فاحنا لو اتكلمنا ان هو هيبقى داخل سلك 220 فولت داخل على الادابتور من جوه، اهوت، والادابتور طالع مدي الباور لليوفاس ريتش، زائد الكابلات بتاعتنا اللي احنا هنتكلم عليها بالتفصيل اللي هي 3.5 ملي. الارتفاع يستحسن يبقى من 2 لـ 4. الميل يعني ده هو ده فيرتيكال، ممكن يتحط كده اللي هو فيرتيكال اللي هو 2 متر. طب لو عالي شوية في احتمال ان انت تحتاج انك تعمل زاوية ميل. زاوية الميل دي بتعملها ازاي؟ نفترض ان دي زاوية الميل طالع منها اسهم اهو، تظبطها ازاي بيرفكت؟ ده الويندوز بتاع العربية، يعني دي لو دي عربية اهي، يستحسن يبقى عمودي على الازاز بتاع العربية علشان هنا اللي هيتحط عليها التاج، فيبقى واخد بيرفكشن عندك في اللقط. اوتوماتيك من التعريف اللي هو الحاجه بتاعته ريد رينج 5 متر، هو اقصى حاجه 5 متر. طيب في بعض الاحيان بيوصل لغايه باخد معاك 15 20 متر، ينفع؟ اه ينفع، ينفع، بس لازم تعمل حاجات معينه في الانستليشن اللي احنا قلتها. لو انت حققت اللي انا قلته في الانستليشن اللي فات دوت وعملته زي ما انا بقول يوصل ممكن معاك 20. طيب في الصيف يفرق؟ اه في الصيف يفرق، ممكن في الشتاء يفرق، في الشمس الجامدة يفرق، انما هو في الحالتين صيف شتاء المينيمم بتاعه 5 متر. انما لو الاجواء حلوة والالترافايت قليلة وبتاع لا يوصل معاك اكتر من كده لو التوصيل بتاعك كويس. وبرضو الاسلاك اللي جاية دي هي المهم، اللي انا هقوله دوت لو اتحقق لو عملته ممكن يوصل معاك لابعاد اكتر. برضو بيشتغل مع الاي بي سي جنريشن 2 ادجست ريد رينج اللي زي ما اتفقنا. سبورت كوميونيكيشن، الانترفيس بتاعه ممكن يتوصل او اس دي بي اللي هو اوبن سورس اوبن سوبرفايزد ديفايسز بروتوكول، وفي الويجند اللي هو التوصيله بتاعتنا العاديه بالاكس كنترول هو الاو اس دي بي. الار اس 232 ده لو انت عايز تبرمجه بال يعني لوصله الكمبيوتر، والار اس 422 زيها بالظبط. زاد ان هو كمان بيسبورت ان هو الفيرجن 2 للاو اس دي بي. الاو اس دي بي نفسه في فيرجن 1 و which is not very good، يعني كانت لسه يعني فيها بعض المشاكل. فيرجن 2 اللي هي النسخه الجديده يعني، فهو سبورت الموضوع ده. عندك الاي بي 65 بتاعته، التمبريتشر من ماينس 30 ل 60. عندك هنا حته مهمه في بالنسبه للباور سبلاي. الباور سبلاي لو انت هتستخدم 12 فولت ما يقلش عن 1 امبير، لو هتستخدم 24 فولت ما يقلش عن نص امبير. طبعا يفضل طبعا ان انت تجيب كله 5 امبير فما فوق، علشان لو انت اشتريت حاجه مش ما بتطلعش زي ما هي مكتوبه يعني. طبعا هي الستاندرز اللي هو بيشتغل بيها، في حاجه اسمها السي اي. السي اي دي اللي هي اللي بيسموها الماركتنج المطلوبه للحاجات اللي هتتباع في اوروبا ايكونوميك يعني، فدي معايير اوروبيه زي الاف سي سي. برضو الاف سي سي ديت اللي هي الاكواد الموجوده، يعني مثلا لو انت لو تقلبه من ورا هتلاقي فيه مكتوب النمبر السير نمبر الايتمز، ده اللوجو شكله عامل ازاي، والاف سي سي مارك يعني. في الاي سي ام اي برضو دي اللي هي الامريكان كيس مانجمنت، اللي بيسموها دي برضو يعني حاجه للمانجمنت، حاجه للترانزيشن كير بروفيشن، دي حاجات كلها معايير اوروبيه ومعايير امريكيه، هو كلها دي مجتازه ليهم.
برضو اليو ال 254 دوت نفس ريكوايرد ابلاي في الكونستراكشن نفسه، بيرفورمانس، اوبريشن، فيزيكال اكسس، هي قريبه جدا من الحاجات بتاعت الاكسس كنترول، والساوث كوريان وفيتنام، يعني دي كلها حاجات معايير اوروبيه وامريكيه هو معديها. طبعا هنا هوت فيه هنا هوت المكان ده بيبقى فيه مكان للالانكيه بيتفتح منه عشان الغطا ده يتحرك عشان تشوف المجموعه اللي جوه. الحاجات اللي جوه ديت بتبقى اللي هي بيدخل منها الكيبل، الكيبل دي مهمه جدا طبعا، ما تبقاش مش جايب كيبل مبهوأ علشان يدخل منه الميه او الاتربه، بيبقى تقريبا من الدايمتر بتاعها 2 مللي، هو مديها في المانيول من 2 تقريبا ل 6 مللي، يعني لازم تبقى مليانه قافله معاك في الحته دي علشان ما يتدخلش حاجه. ده الشكل من جوه زي ما احنا شايفين، يعني هو هتلاقي في مجموعه الكي 2 ديت، ودي مجموعه الكي 4، ودي مجموعه الكي 3، ودي مجموعه اسمها الكي 4. هنشوف ان هو المجموعه دي، ده البروجرامنج لو عايز تعمله بروجرامنج، هو بيجي متبرمج بس انت لو عايز تعمله بروجرامنج. دي مجموعه السويتشات، السويتشات في منها القديم فيرجن القديم هتلاقي سويتش 1 و2، لو الجديد هتلاقي في ده سويتش 4 و1 و2 هنعرفها. دي مجموعة الليدات، الليدات في ليدات هنا اهوت برضو، وفي ليدات في النص هنا اهوت، وهنا اهوت دوت بتظبط بيه الارينج اللي هو الفريكونسي رينج، بس هو بيجي متظبط اصلا، انما لو ما ينفعش بيتظبط برضو. ده باختصار المنظر العام. في حاجة مهمة جدا بتحصل، ان انت ساعات المنظر اللي احنا شايفينه دوت السلك بيدخل من هنا، ده ليه طريقة سهلة جدا الناس ما بتبقاش عارفاها، فساعات بتكسر الحتة ديت، ده هيبان في الفيديو الجاي ان شاء الله. ده المنظر العام، هنشوفه دلوقتي بالتفصيل برضو. زي ما احنا شايفين كده اهوت، هو بيقول لك سكرو درايفر، بتدخل بتضغط عليه وتدخل السلك بتاعك. السلك بتاعك لازم ميبقاش سلك طري، لان لو طري هيطلع عينك. طب هو لو طري يبقى تغمسه في القصدير عشان يجمد ويعرف يدخل في الاخرام اللي موجوده ديت، في الاخرام ديت، او انك تجيب ستولت زي ما هنشوف دلوقتي في الفيديو دوت. هو انا هنضغط عليه وبيدخل، بيدخل ايوه ادي الضغط اهو، وفي دي الصغيره ديت دي اصعب واحده، بيدخل ادي السلك هو بيجي، بتدخل السلك في الحته ديت اهو، ماسك اهو تمام. دي مهمه جدا. اللي بعديها الباور سبلاي، اتفقنا اللي هنتكلم على الكي 5، وده يستحسن يحط له من نص ملي سكوير لواحد ونص ملي عشان يدخل في الحته ديت. الباور سبلاي بيبقى خارجي زي ما احنا شايفين، الباور سبلاي زي ما احنا شايفين كده اهو، ده الباور سبلاي بيدخل في الدي بلس والدي ماينس، وقلنا لو 1 امبير يبقى 12 فولت، لو نص امبير يبقى 24 فولت، ويستحسن انت تحطه مش واخده من حته ثانيه، يبقى سيبريتد او موجود في العمود او في حته بعيده، ما تزيدش المسافه عن البار من ما بين الباور سبلاي وعن اللونج رينج ريدر زي ما اتفقنا في الحلقات اللي هي بتاعه الاكس كنترول كونسبت عن 35 متر. في بعد كده الكوميونيكيشن اللي هي الويجند، لو انت عايز ويجند او ميج سترايب، ويجند ده بتشتغل دي 0 دي 1، ماجنتيك سترايب دي اللي هي بتشتغل كلوك وداتا، دي في الكي 2 زي ما احنا شايفين دي 0 ودي 1 وجراوند، بنحطها بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت. ده بيتوصل على طول دايركت بالاكسس كنترول، يعني التلات اطراف دول يروحوا الاكسس كنترول مش اربعه، الدي 0 وال 1 والجراوند، والجراوند ده يروح للجراوند بتاع الاكسس كنترول. طبعا ده اللي هي الجزء اللي هو الصغير دوت، فيبقى يستخدم ليه 14 من 10
لنص مللي سكوير. في بعد كده حاجة مش مستخدمة برضو أول، هي رئيس 232. لو أنت عايز إن أنت تبرمج بالكمبيوتر، ودي يعني مثلا هنفترض إن دي الفيميل بتاعة الكمبيوتر وده بيطلع منه، مش مستخدمة جدا يعني إلا بقى يعني بروفيشنال. نفس الكلام في الـ RS422، لو أنت نفس الكلام عايز تبرمج الكمبيوتر بس عن طريق واسطة الـ RS422، هي بتبقى أطول شوية عن الـ RS232. في الوصلة دي اللي هي المهمة اللي هي بتاعة USB Type B، دي اللي هي بتدخلها من هنا هوت، والطرف التاني USB بيدخل على الكمبيوتر اللي انت هتشغل فيه السوفت وير اللي يجي معاه UHF Tools، وده انت ما بتشتغلش بيه يعني، هو بيجي متظبط وكل حاجة. ده لو عندك مشاكل معينة، عندك فيرموير عايز تنزل، عندك مشكلة في اللقط فعايز تشيك على الأماكن كلها، ودي هنشرحها إن شاء الله في آخر السلايد. في الأوتبوت بقى، الأوتبوت ريلي ديت بتستخدمها لو أنت عايز تاخد يعني مجرد إن هو يحس بإن في تاج، هو بيعمل ريلي بيلقط نورمالي أوبن وفي نورمالي كلوز. دي بتستخدمها ممكن في الإشارات او تستخدمها في اي اوتبوت انت عايزها، هي بتلقط على طول، ممكن تلغيها من عندك في السوفت وير اليو اتش اف تولز او تخليها موجوده بتلقط. في بعض الناس تقول لك لا انا عايز اي عربيه مركبه نداء بتدخل، بس طبعا ده ما بقاش سكيور خالص ومش عايز تستخدم الاكس كنترول، فبتستخدم ده بيفتح لكل العربيات اللي حاطه نداء اللي هو تاج نداء. في بعد كده الانبوتس general purpose، بس الانبوتس دي يعني مش زي ما انت فاكر لها برمجه جوه، لا يعني دي يعني يستخدم معاها اللي هو اليو باس اكسس، لان هي ليها توصيلات مع اليو باس اكسس، يعني دي ممكن تقول ان دي مخصوصه باليو باس، عشان انا بكتب بالماوس في ال يو باس اكسس. في التامبر سويتش، تامبر سويتش ده عشان انت لو شلت الغطا او حد شال غطا وحد يلعب فيها كده اهوت، انت ممكن توصل سرينة او اي حاجة، سرينة نور بتاع بيقول ان في حد بيحاول يعبث في المكان دوت. طبعا السرينة ديت حابب توصلها يستخدم، ده ممكن يستحمل لغاية، لأن أي ريلي في الدنيا ده يعتبر ريلي، بيكتب لك في ريلي هو هيستحمل قد إيه فولتات، فهو دوت 24 فولت، يعني السرية اللي تحطها دي ممكن تبقى لغاية 24 فولت لو أنت هتحطها إن هي اللي توصل الكهرباء، يعني زي الماجنتيك لوك كده. برضه في الماجنتيك لوك راجع الكونسيبت بتاع الشرح اكس كنترول كونسيبت. في هنا هوت الفيرجن القديم اولد فيرجن اللي اتفقنا عليه سويتشات، هنا هوت بيبقى فيه سويتش 1، سويتش 2 ما بتحركش بيجي زي ما هو، ما بتعملش في اي حاجه، هو السويتش 1 اول حاجه. لو انت عايز ان انت تشتغل يو اتش اف اللي هي العاديه بروسيسور بتاعنا اللي هو ده بيبقى اون تمام، و الباقي ولو انت هتعمله اوف يبقى انت هتستخدمه على حاجه اسمها اليو باس ترانزيت كومباتبل بروسيسور اللي هي مش الكيس بتاعتنا يعني. لو انت عايز توصل ار اس 232 هتبقى رقم 2 ديت اون، لو عايز ار اس 422 هتخليها اوف، لو عايز نورمال مود الطبيعي بتاعنا يبقى اون، لو عامل عايز تعمل تيست مود هيبقى اوف، لو عايز البازر يبقى فيه صوت يبقى enabled رقم 4 دي، البازر ده disabled هتخليها اوف. ده الاولد فيرجن. الديب سويتشز ده بتيجي طبيعيه كده اهو زي ما متفقين، ديت الديب سويتش ده اللي هي سويتش 2 بنفس المنظر، ادي اون اوف اون 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 اوف، الاحمر ده يعني اوف، والسويتش ده
وان اللي اتفقنا عليه هيبقى كله اون. ده المنظر الطبيعي للي عندك، ده المنظر الطبيعي للشغل النورمال. تيجي على الفيرجن الجديد نيو فيرجن، لو انت عندك نيو فيرجن هتلاقي مزود هنا حاجة اسمها سويتش 4. تمام، باختصار كده هو مدي الحاجات بتاعته يعني نفس التظبيطات بالظبط. هو هنا مزود ان بدل ما كان دي اسمها يو اتش اف سماها يو باس ستاندر، اللي هي الحته دي عشان ما تلخبطش، دي سماها يو باس ستاندر مود، وفي ترانزيت مود. اوكي، ترانزيت مود ده خاص شويه بالنداب اكس اس فورمات تاج، يعني ما يتلخبطش بكلمه نداب اكس اس فورمات تاج. ده نوع من انواع الكروت اللي هي لازم تحط فيها فاسيلتي كود، والفاسيلتي كود ليه اربع اسامي، يعني ممكن تلاقيه سايت كود، كلاينت كود، فاسيلتي كود، الرابع مش فاكره. بس هو يعني ده لازم يتحط لو هتشتغل في تاجات نداب اكس اس لازم تحط لها فاسيلتي كود. نفس الكلام بازر هنا اهوت ار اس، ما زودش حاجه جديده غير ان هو زود الفور ديت. ده نيو فيرجن. وهنا اهوت يعني ده اللي فات، يعني اللي فات ده احنا حاطينه نفس الكلام، هو لو رجعت هو نفس المنظر على طول اللي احنا كنا بنشرحه. يعني في هنا الليدات، انا الليدات يعني انا مش عايز اركز فيها قوي، بس في حاجات فيها حتة مهمة انا يهمني في الليدات، الحتة اللي هي على اليمين ديت، اللي هي الحتة ديت هنجيلها ماشي. وزائد ان في حاجات انا مش عارفها، يعني هنا لما يقول لك ار اكس ليفل ليد بار انديكيتنج ريسيف تاج سيجنال سترينث، يعني هو بيقول لك السترينث بتاعه كويس ولا وحش، ومديك ثلاثة. فهي لو واحد، لو اتنين مع بعض، لو ثلاثة هيبان، فدي مهمة. This lead bar may also indicate the presence of radio interference، يعني لو انت جنبيك، دي مهمة جدا برضو، لو انت جنبيك حاجة بتأثر عليه ومفيش تاجات ولقيت الحتة دي نورت، لا يبقى في كده في مشكلة. لو انت حاطط اتنين يو باس ريتش جنب بعض والاتنين مأثرين على بعض، هتلاقي في واحد فيهم منور والتاني منور، فدي مهمة جدا. ده in case of interference try switching to a different frequency، بيقول لك في الحالة ديت انت بتغير الفريكونسي بتاع واحد في اللي من اليو باس ريتش عشان يبقاش انترفيرنس. في اللي بعديها ديت ال RDIS read display read display led sorry read disable led on while reading disable، دي خاصية هنعرفها قدام، ان انت ممكن تعمل لوب واللوب ده تعمل disabling لما العربية تبقى عليه، فما يحسش بان في عربية عليه. ودي مهمة جدا، انت لو عندك ترافيك عالي جدا وفي عربيات جنب بعض ورا بعض انا اسف، فانت ممكن يلقط دوت واللي بعديه واللي بعديه، ويفضل فاتح البارير كتير. فانت عندك حاجتين بتحل بيهم الموضوع دوت، حل اسمه ثريشولد اللي هو في السوفت وير نفسه، ان انت بتقلل الثريشولد ودي هنشرحها، او في حاجة تانية ودي المهمة، ان انت تحط لوب اول ما العربية تلمسه ما يقراش اي حاجة، بحيث اول ما يعدي العربية اللي بعديه يقراها. دي الحتة دي اللي هي الحتة اللي بتكلم عليها RDIS. الانبوت 1 ستيتس بي، لو انت بتفان على الانبوت هيقول لك الانبوت ده اكتيفيت ولا لا. ترانسميت وريسيف طبعا دي السيريال داتا، دي خاصه بالار اس 422 او ار اس 232. الاي دي ترانزيت كومباتبل، يعني بيقول لك انا جاهز للترانزيت كومباتبل، ودي مش هدخل فيها دلوقتي. ده الاي ليد بلينكينج وين نداب ايدنتيفاي، ده لو هو ده اس تي اس ترانزيت كومباتبل بروسيسور ستيتس ليست اي دي ايدنتيفيكيشن، وده الستيتس بتاعتها. دي الحته المهمه، يعني دي مهمه بالنسبه للباور. لو الباور فولتج بتاعه تو هاي، لو تو هاي هينور لك الحته دي. طب لو تو لو هينور الليد اللي اسمه دي سي لو او دي سي هاي.
طب لو انترنال سبلاي فولتج فيلر هينور لك هنا اهو، تمام كده. طب لو التمبريتشر عالي هيعمل لك التمبريتشر كريتيكال. البي ال ال انلوك ايرور انديكيت اونلي نو دايركت هاندي امبلمنت، دي مش عارفها او يعني الناس ناسيها في المانيوال يعني، بس بي ال ال انلوك فهتكون حاجه تبع الانلوك. النقط اللي هي في النص ديت يو اتش اف بروسيسور ستيتر ليست يعني دي عاديه، اليو تاج تاج فاوند تاج داتا ريد كومبليت كده اراها ايرو، دي بتبقى سريعه قوي ما تعرفش طب لو قرا ومعرفش يجيب التاج كويس تحمر ديت اللي هي ايرور تاج ديت. في حته قبل ما تدخل على السوفت وير مهمه جدا، ان انت ازاي التوصيله نفسها تعملها. انت عندك اليو باس ما بينه وبين الاكسس كنترول ثلاث اسلاك، اللي هو طالع من اوت 2 و3 والجراوند داخله في الدي 0 والدي 1 وال 0 فولت، واللوك واصل من الاكس كنترول نورمال اوبن والكوم داخل جوه ان اهوت في البارير، يا اما في الجراوند في الستار او الجراوند ستار تو اوبن او جراوند وكوم حسب نوع البارير ده. ده باختصار التوصيله كامله. مهم جدا طبعا ان انت تراعي حاجه مهمه جدا، ان انت ديت لازم تبقى شيلدد. لو مش شيلدد ما تسألنيش هو ليه اللي بيلقط معاك او ما بيلقطش، لازم شيلدد، لازم زي ما اتفقنا في الوايرنج كونسبت اللي هو الفيديو بتاع الوايرنج كونسبت اكسس كنترول، لازم تبقى بتشتغل على اس اف على يو تي بي، الكابل اس اف على يو تي بي عشان يحقق معاك، خصوصا في اليو باس ريتش او لونج رينج جنرال عامة لازم، مهم جدا تبقى شيلدد من بره. كده احنا خلصنا الهاردوير والتركيب كله، ناقص بس الحته بتاعه اليو باس ريتش ريدر سوفت وير يو اتش اف تولز. هنبدأ بيها مع بعض. اول حاجه هي بتنقي اللي من النداب، طبعا بنعمله انستريشن، تدخل على نداب بعد كده يو اتش اف تولز، بيفتح المنظر كده عندك. ده انا كده مش موصل حاجه زي ما انت شايف كده، هوت المنظر ده المنظر بتاعه ويندوز، الويندوز ده زي ما انت شايف اهو، انا هوت ما دام عامل العلامه دي يبقى انا لسه ما عملتش كونكت، العلامة دي معناها أنا عملت كونكت، أنا لسه مش موصل حاجة خالص. دي سيلكت يوزر مود بيزك ولا اكسبرت، البيزك اللي احنا شايفينه دوت ده الديفولت، لو أنا عايز أخليه اكسبرت وده يستحسن ده بيزود لي شوية. النداب التاني دوت بيبقى خاص بالنداب. سيلكت ريدر مود، أنت عندك تلاتة ريدر، عندك يو باس ري اكسس والريتش والتارجت، احنا طبعا هيبقى هنشتغل على الريتش اللي هو اللي احنا الشرح مخصوص ليه النهارده. في طبعا العلامه ديت انت عايز تستخدم ستاندر ولا الريدر هيشتغل ستاندر يعني ويجند وبتاع ولا او اس دي بي. هنا هو باور اون واوف، وهنا ابديت فورميلا لو عايز تعمل ابديت للفيرموير. طبعا انت اول حاجه لازم تشيك على الفيرموير لما تعمل كونكت، هنعرفها ازاي نعملها. طبعا هنا في فايل كونكت نفس اللي فوق ده هو الشورت كاتس باك اب ريستور، لو انت عندك حاجة عايز تحطها على طول. نداب او يو اس ده لو انت عايز تشتغل الاي يو اس الايمون، ده طبعا حاجة تبع البرمجة بتاعت السوفت وير بتاع الاي يو اس. شوف هي لو عايز تعمل اكتيفيتي جراف وده هنشرحه قدام هنعرف ايه هو. اوبشن بقى عادية كليك على عايز تعمل ابديت للسوفت وير نفسه، دي اللي احنا كنا لسه فيها الريدر مود البروتوكول ال update firmware reset factory default لو انت عايز تغيره، والهيلب بتاعه ده دي مهمة تعرف الفيرجن بتاعك ان هو 3.55 بتاعت ال UHF tool عشان تعرف بعد كده ازاي تعمل update او انت شغال صح ولا لا. standard protocol
تمام كده. بعد كده ندخل على هنوصل بقى. دلوقتي هنحاول نعمل ال ان احنا نوصل كونكشن لسه اهو بنحاول اهو. هو كوم اوكي ده الديفولت بتاعه ما وصلش، يبقى نشوف الكوم هتلاقيه هو الديفولت حاطه كوم 3 اهو كده هيعمل كوميونيكيشن معايا. كده ال ريكونفيجريشن سيت اب فروم ريدر ناو، تقول له نو مش عايز اعرفه كده اهو، بيقول لك دان. دي طبعا اكواد ديسكونكت، دي معناها ان احنا موصلين، فممكن ادوس ديسكونكت. التاج ليست المنظر دوت اللي هو قدامي، طبعا الارقام ديت ليها حاجات تانية في ال، بس مش دي اللي احنا كونسيرن بيها. يعني ده انا بضرب تاج اهو، التاج اداني اربع خمس حاجات مع بعض، بس مش ده اللي انا بشتغل عليه. اللي انا بشتغل عليه حاجة تانية خالص اللي هو هنشوفه دلوقتي. انا بس بوريك ان هو بضرب التاج تاني بيفتح ويقفل معايا. اي اكشن انا بديه هو بيدي الحاجات بتاعته اللي هي الداخلية. انا اللي يهمني في دوت مش الحتة ديت، انا يهمني اللي احنا هنشوفه كمان شوية. نشوف بس السبيكتر مثلا ده لو انت ايه، وده الحتة دي هنشرحها مهمة جدا دي في الآخر خالص، ريفلكتد باور وده الكونسول. تيجي التاك ليست دي المهمة بالنسبة لي، هتلاقي ان هو في الديسكريبشن مديني ان ده بي اتش اف ويجن 26013 سلاش 013، ده الفاسيلتي كود. يعني انت لو عندك النداب وعايز تعرف الفاسيلتي كود بتاعته بتعرفها من اول سطر دوت. والرقم اللي بعديها اللي هو 45211 ده رقم التاج اللي مطبوع على الويند شيلد تاج نفسها. الاي بي سي نمبر اللي جوه ده النمبر اللي جوه اللي هو بيتقري دوت اللي هو بالبيتس اللي هو الداخلي، ان ده اللي هو الاي بي سي نمبر ده بيتحول لل 4 5 اللي هو الديسيمال نمبر. وده اتفقنا 013 ده الفاسيلتي كود، وده الرقم الموجود على التاج نفسه. ده مهم جدا انك تبقى عارف. والكاونت 13 اللي هو 13 واحد. البي سي دوت ده جنريتد نمبر من عنده هو، حاجه تبعهم يعني. دلوقتي انت عايز تعرف الفيرجن بتاع اللي عندي ده شغال ولا اعمل له ابديت، فانت هنا بتدوس على ابديت فيرموير. فانت عندك هنا وات يو باس ريتش اكسس، يعني ممكن تعمل يو باس ريتش فيرموير ولا لا. الفيرجن هنا 2.95. قبل ما اعمل اي حاجه اشوف اصلا جيت الفيرجن بتاعته، لان انا ممكن بقاش محتاج ان انا اعمل فيرموير عليه نفسه. فاول حاجه ان انا بعمل اشوف الجيت الفيرموير، هل هو فيرجن 2.95 موجود جوه اليو باس اللي انا بشتغل عليه ولا لا. طبعا دوت الاو اس دي بي لو انا عايز اعمل الاو اس دي بي، وده لو انا عندي فايل جوه وعندي انقل منه احنا عايزين نشوف الستاندرد فيرموير فيرجن 2.95. طبعا هعمل دلوقتي كلوز واتشيك على عندي انا عايز اتشيك عندي انا اللي هو هل هو جيت فيرموير فيرجن. قال لي فيرجن هو اوريدي محتاج، مش محتاج ان هو يتعمل له فيرموير. تمام كده اهو نفس ال، يبقى انا اتاكدت كده ان هو واخد اب تو ديت فيرجن فيرموير. نيجي بعد كده الخطوه اللي بعديها، الحته اللي هتهمنا في اللي جاي ده ان انت ازاي الاكسترا اوتبوت
ودي لو انت عندك تاجات انت مش متبرمجة من ده. دي مهمة جدا. زي مثلا انت عندك يعني ويجند، وان انت مثلا عندك 26 بت، فانت هتظبط ازاي 26 بت كاستم ريد داتا؟ الالاينمنت بتختارها، دي الاد كونستانت والاد باريتي بت. مثلا لو احنا هنظبط مثلا حاجة، مثلا هنقول ان هو هيقرا من الرايت، يعني ياخد الارقام من الرايت، وعايز يدخل 26 بت، فانت مثلا ديت هتخليها قول مثلا 16، ده على اساس ان الاف سي هتبقى 10، الاوفست ان هو تخليها 0، البيفور داتا يعني يقرا قد قبليها بقد ايه، فاقول مثلا الفاسيلتي كود بتاعتك مثلا مثلا 10، فهنخليها 10 و4 بت، دي هنخليها 8 بت لينث. تمام، لما تعمل كده اهوت هنشوف هنا بيديك تحت ان اهوت في الحته ديت انت هيبقى شكله عامل ازاي. هوريك دلوقتي الحته ديت مثلا اي بي سي ان اهوت، خلينا نظبط بس ال بيفور داتا افتر داتا افتر داتا ب 10، يعني يبدأ يشتغل بيفور داتا 10. ايوه، وبعد كده اد باريتي بت، الباريتي دي بتضيف اتنين، يعني انت لو عاملها مش باريتي بت ما يبانش، مش هيبان معاك اللي تحت دوت. شوف لما بتشيل دار باتت بيبان الحتة اللي احنا بنتكلم عليها دي كده. مجموعهم كله 26، وده شكل اللي تحت دوت، ده شكل اللي انت عايزه في ال فيها. ماشي، نيجي على الفريكونسي ديت ما تلعبش فيها خالص، ديت اي تي اس اي دي هي بتيجي ثابته، يعني اللي هي الفريكونسي ومتظبطه ما بتلعبش فيها كتير. بالريجونز هي بتيجي بنفس الكلام ده، حتى لو جت لو دوست جيت وهتلاقيها هي اصلا جايه بيها. الريد رينج ديت، دي الحته دي مهمه، يعني ايه ار اس اس اي ثريشولد؟ معنى ان انا لو انا مثلا خليته متر او يعني، لا دي هي بص ما يتلعبش فيها، بس ايه هي طبيعي ان هي ماكسيمم في ماكسيمم. طيب الماكسيمم ريد رينج ده لو انا عامله 8، بعد قبل 8 ديت مش هيلقط معايا تاجات، بعديها يلقط. بمعنى ان انا لما لو مثلا سي مثلا انا الرينج بتاعي مثلا لغايه 90، او لغايه مثلا انت عندي الماكسيمم هنا هو المنظر دوت، شايف المنظر ده؟ طول ما انا في الاخضر هنا في النص انا زي الفل، مفيش مشاكل بالنسبه لي خالص. لو انا طلعت على الاحمر ما في يعمل مشاكل عندي. طبعا انا بوريك ان هو ان ده ما بيأثرش في الريفلكتنج باور، ده حاجه تانية خالص. هو انت عندك لغايه 30 الماكسيمم ده كده يلقط من يعني كده بالمنظر ده يلقط من الريتش لغايه الخمسة متر بتاعته. هنا ده الباور، ده الانتنا باور، ده طبعا لو انا ضربت شوف انا بضرب دلوقتي ما بيحسش بيه. ماكسيمم باور دي مهمه جدا تبقى موجوده، وان هو انا لو وصلتها 30 برضو نفس الكلام، هي اصلا الطبيعي بتاعها دوت. انا افضل ان هي ما تلعبش فيها كتير الحته ديت، انا افضل ان يتحط لوب ديتكتور احسن علشان تظبط الحته اللي انت عايزها، لان هي ملهاش لازمه خالص تلعب فيها. يعني اما تلعب بيها لازم تبقى سنسيتيف قوي، وتبقى عارف ان انا عايز مثلا اللي قريب منه متر ما يلقطش، قبلها شويه يلقط يعني. ولا عايز تعملها ست بتعملها ست، هتشوف كده برضو اما عليها ست وقربت منها التاج، التاج اهوت ما بيلقط معايا برضو. ايه الحته دي سنسيتيف قوي، بس هي مفروض اللي هي بيسموها سيبريشن ريد رينج ديت. للسيبريشن ريد رينج the level ensure that only tag with return signal strength higher than the security are identifier. يعني الأعلى من السترينج سيجنال بتاعتها، لو اعلى من حاجه مش هتت مش هتت مش ه... مش هتيجي، يعني لو السيجنال مش مظبوطه مش هتاخدها. يعني مثلا خليتها 8، لو اعلى من 8 هتلقطها، لو اقل من 8 السترينث
مش هتلقطها. ودي طبعا يعني مش مرغوب فيها، ان انا اخلي التاجات الاسترنس بتاعها الضعيف ما يتلقطش والعالي، في يقول لك اصل الضعيف هيبقى بعيد والقوي هيبقى قريب. فلو عرفت تتحكم فيها وتظبطها، دي بتقعد بقى فيها في الموقع نفسه وتظبط الدنيا وتشوف السترنس بتاعها الضعيف. ده بيبقى بعيد عن 5 متر، خلاص ده كده لقط معاك قد ايه، خلاص يبقى كده هخليها بس تلقط الحاجات القوية مش الضعيفة. ودي عشان لو عندك اكتر من لين تقدر ان انت تعمله. نقط بس يعني معلومات الفريكونسي بتاعتك لو انت عايز تظبطها، دي حاجة تكنيكال قوي. فانا يعني ممكن اديك ان الخط الاحمر اللي فوق ده هو ما يعديش الخط الازرق، يعني قصدي الخط الازرق ما يعديش الخط الاحمر ده. ودي طبعا يعني هي دي تكنيكال شوية عشان تعرف الريفليكشن، يعني ما بين الريفليكشن وما بين RSSI، دي مهمة جدا ان انت تبقى ايه ما يعديهاش. لو عداها اللي بيبينها اكتر اللي احنا هنقول عليها. ودي طبعا الكونسول بتاعك شغال مفيش اي مشاكل فيه. وهنا الحتة اللي احنا اتكلمنا فيها ده كده انت جاهز ان انت تشتغل. نمسك واحدة واحدة، دي المنيوز اللي موجودة على اليمين في البروفيشن، دي الريدر داتا. انت لو عايز تخليه يشتغل مع اني تاج نداب واني تاج بتختار الدوت. طبعا تعمل جيت هنا اهوت لو انت عايز تعرف هو متبرمج على ايه، وست لا اني تاج ده يخليه يشتغل مع نداب وما يشتغل مع اي واحد تاني. وانت هنا في النداب ممكن تخليه يوز اكسس باسورد، وده طبعا متقدم شويه يعني مش هيشتغل معاك على طول في يوز باس. وفي حاجه اسمها فيري كيل باسورد، في جنريشن 2 اللي هو طريقه التوصيل بينهم من بعض نتورك، الداتا ازاي بتتوصل على النتورك يعني. طبعا في عندك غير نداب، دي في حاجه اسمها نداب، دي مهمه قوي. دي في حاجه اسمها نداب دي والاي دي، نداب دي والاي دي بتشتغل اليو اس بي يو باس ريتش مع يو باس اكسس. يعني اول ما يكتشف بتاج في العربيه يبدا ياكتف الاكسس بحيث يخليه يقرا الاي ديهات اللي موجوده في العربيه جوه، يعني ده زي تسلسلي. الكاسم ده انت بتدخله انت هتعرف انت بقى، ده طبعا انت ده ما تملهوش، انت بيجي مع التاج اللي انت جايبه بتفاصيله انت بتدخله زي ما هو. هل هو بيشتغل ار اي اس ولا اي بي سي اللي بيقرا الارقام كلها، والبيت بوينتر منين يبدا القرايه، منين الماسك بتاعه متوزع ازاي، الحاجات دي كلها لما حد بيسالني عليها اقول لا انت المفروض انت اللي تملاها علشان انت اللي جاي بالكارت التاج بتاعك الجديد مش بتاعي انا. فدي لازم بتيجي مع التفاصيل بتاعتها. يبقى كده ده اني تاج يقرا اي حاجه، نداب ونداب ايه. وطبعا بعد ما تخلص دو الست هنقفل ديت ندخل على بعديها. دي كود نداب اكس اس، نداب اكس اس دوت ده ما بيشتغلش غير بفاسيلتي كود يعني. فتعمل انيبل وتبدا بقى ايه، دي حاجات خاصه بالترانزيت مش باليو باس ريتش بتاعتنا. انك الاوتبوت تاج نمبر بتطلعه ديسيمال، الاوتبوت كاستمر كود اللي هو الفاسيلتي كود، دي حاجه للتارجت بتاع يو باس تارجت اللي هي مش. وطبعا هي ليها تفاصيل يعني برضو، ان انت بتبقى كل النداب او بتسمع كلمه نداب اكس اس ده لازم يدخل فاسيلتي كود، ليه فاسيلتي كود. طبعا جيت نشوفها وست لو انت عايز تعمل. في بعد كده ريلي تايمينج، ده ريلي تايمينج دوت اوتوماتيك ريلي اكتيفيشن، يعني اول ما يحس بالتاج يبعت ريلي. طبعا انت ربعت ريلي، في انت عندك بقى ايه، انا الريلي ده عايز المسافه بتاعته طويله قد ايه، ده اسمه فيكل هولد تايم. التاج هولد ريلي هيلقطه بعد كام، يعني يلقطه بعد يبدا الريلي يشتغل بعد قد ايه، يعني التاج هولد تايم يشتغل بعد ثانيتين ثلاثه من التاج ولا لا. الفيكل هولد تايم هيقعد قد ايه الريلي مفتوح.
ال RF اوف تايم اللي هو هخليه ما يستقبلش تاجات لغاية ما قد ايه. انا بحط زي طبعا لو انت دوست على جيت، لو انت عملت اللي هي الجيت اللي هي الموجودة اصلا في الجهاز مثلا، هتلاقي التاج هو الاول ما يشوف بعد ثانية يبدأ يلقطه، يقعد 5 ثواني ريلي مفتوح ويعمل اوف 10 ثواني ان التاجات دي الطريقة اللي انا بنقول عليها ان انت تخليه ما يلقطش العربية اللي بعديه، ودي بتلعب بيها زي ما انت عايز. دي مهمة قوي يعني، دي الطريقة من الطرق اللي ازاي تظبط بيها. الليت كنترول ده بيشتغل مع ما بيشتغلش مع اليو باس ريتش. ده احنا قلنا الليت كنترول ده لما تكون موصل يو باس اكسس اللي احنا اتفقنا عليه اهوت، اللي هي في الحتة ديت اليو باس اكسس، هي دي بتشتغل معاها بس. تتربط دي بتبقى خاصة بالليدات بس. الاوت ده خاص بالسيريال، احنا المفروض ما نشتغلش بيه برضو في اليو باس ريتش. انيبل سيريال اي دي ايفنت اللي هو البعت كله في السيريال. بعد كده الاوتبوت اللي هي اللي احنا اتفقنا عليه اللي هي الاوتبوت المسج ديت، دي مسج اوتبوت مسج هنتكلم عليها اللي هي الفورمات. لو اتلعب في الاوتبوت الحته اللي هي الاوتبوت دي احنا اتفقنا ان هي ار اس مش هنشتغل بيها خالص لان دي خاصه بالترانزيت. دي الحته الاوت مسج فورمات دي برضو ما بنلعبش فيها لان ديت ليها مسج فورمات بيطلع عليها بالظبط، دي اللي بنحط فيها التفاصيل بتاعتها المسج اللي انت عايز تطلع لي فورمات ازاي، دي تفاصيل احنا مش عايزينها. بس ممكن نقول يعني اوريها لك الليفت الالاينمنت يعني يقرا الارقام من الشمال، رايت يقراها من يمين، الداتا اللي انت عايز يقرا قد ايه في الداتا، الاوفست يبدا يقرا من قد ايه، في حاجه اسمها بريفكس وسافكس، دي حاجات يعني تكنيكال قوي واحنا مش هنحتاجها في الشرح ده ومش هتاثر معانا. بس اللعب في الحته ديت هيخلي ممكن ما يقراش خالص، ما يبانش في الاي او اتش اف تولز، مش هيبان، ممكن يقرا بس ما يقرا ما يطلعليش اللي انا عايزه في اليو اتش اف تولز زي هنا ما هو باين في الحته دي. يعني لو انا لعبت في الحته دي كتير الحته دي بتفاصيلها مش هتعمل. تمام. بعد كده هندخل على حتة ستارت سويب ديت اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، ديت فعلا هي مجرد بس بتورينا هو شغال كويس ولا لأ. تمام. يعني دي تفاصيل صغيرة كده اهوت، أهم حاجة إن الخط الأحمر ده الأزرق ما يعدهوش، يبقى أنا كده شغال في السليم. طبعا كنا بنظبط حاجة فيها كده اهوت، وده الكونسول اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو بيديك إن هو شغال مش شغال، فتح امتى، اتلقط معاه ايه، ده أهم حاجة، ده اللي بالنسبة لي المهم اللي تشوفه. في حتة مهمة جدا هنشرحها دلوقتي اللي هي اخر حاجة اللي هي بيسموها ال RF debug radio frequency debug. لو في مشكلة عندك مثلا ان انت في عمود قدامك، في كتلة معدنية قدامك، في عايز تعرف الحيز بتاعك شغال كويس ولا لا، فدي بتعرفها من الحتة دي ال RF debug. دي مهمة جدا عشان تعرف انت شغال كويس ولا لا. بالظبط عندك كده في دوائر خضراء صفراء حمراء، السهم بتاعك لما تدوس ستارت وطلع عن الاحمر، لا ده انت قدامك عائق مش هيخليك تعرف انت شغال كويس ولا لا.
يعني مثلا لو السارك دهوت اه ده كده في الرينج في الاخضر، الاسهم بتاعتي في الاخضر زي الفل، يبقى انا كده ممتاز جدا. طبعا انا لو لفيته هتبقى الاسهم دي الناحيه التانيه، يعني هو دايما بيشاور لك العائق فين او اللقط فين، هو المفروض بيفتح 90 درجه، فهو كده بيقول لك اه انا كده شغال زي الفل. هنجرب كده ان احنا نحط له عائق قدامه، هنحاول. بص اهو انا بحاول اقرب العائق شويه، بص بدأ يطلع لي، ادوس ستارت تاني عشان اشوف. مثلا هحط له مثلا كوبايه معدنيه، لو حطيت له كوبايه معدنيه بص اوف خلاص كده، كده اللقط بتاعي خطر جدا لان برج الاصفر ويقول لك الاتجاه بتاعه فين. طبعا لو قربته مثلا، لو قلبته على الحيطه مثلا، هنجرب دلوقتي، لازم يبقى جوه الاخضر. نجرب نتعب شويه، نتعبه شويه نشوف كده. ايوه كده ماشي، كده الاخضر الطبيعي بتاعه. فده مهم جدا، مهم جدا ان الاخضر ده ما يطلعش عنه، يعني المنطقه ديت، المنطقه دي مهمه بالنسبه لي، المنطقه دي اه كده بدأ يدخل في الخطر. من هنا لهنا لا، يعني كده اه مش هحقق ان هو يبقى الخمسة متر عندي خالص. شكرا لحسن استماعكم، ورب يكون حققت اللي انتوا عايزينه في اليو باس ريش. لو في حاجة سقطت مني انا متأسف، لو في اي حاجة ابعتولي على الايميل او ابعتولي في نفس اليوتيوب مسجز، وانا هحاول بقدر الامكان ان انا اجاوبها. السلام عليكم.